مشروبات طبيعية لعظام قوية. سوء التغذية ونقص فيتامين دي يمكن أن تؤدي في نهاية المطاف إلى جعل العظام ضعيفة وهشة، مما يؤدي غالباً إلى حالة تسمى هشاشة العظام. يمكن علاج هذه الحالة عن طريق تناول بعض المشروبات التي يمكن أن تعزز امتصاص فيتامين دي في الجسم وتحسن صحة العظام، منها أولاً الحليب. فمنذ العصور القديمة كان الحليب يعطى للأطفال والكبار لما يحتويه من دهون صحية ومحتواه العالي من الكالسيوم، وهو أمر حيوي لصحة العظام. ثانياً عصائر الخضروات الورقية، فهي تشتمل بشكل طبيعي على عناصر غذائية أساسية مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن. ثالثاً مرق العظام، فهو يحتوي على الكولاجين والمعادن التي تحسن كثافة العظام، فيحفز دمجها في النظام الغذائي اليومي بشكل طبيعي، معادن تقوي العظام مثل الكالسيوم. رابعاً عصير البرتقال المدعم، والذي يلعب دوراً أساسياً في امتصاص الفيتامينات والمعادن مثل فيتامين دي. خامساً شاي الأعشاب، وهو ما يعرف أيضاً باسم النعناع البلدي، فهو يحتوي على معادن تدعم صحة العظام. سادساً عصير اللوز والحليب والتمر، حيث يعد مصدراً رائعاً للكالسيوم والمغنيسيوم. وأخيراً عصير الطماطم، فيجب تناوله بكميات معتدلة، وذلك بسبب محتواه العالي من اللايكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة الأساسية التي تقلل من الإصابة بهشاشة العظام.